ما حكم إجابة الدعوة لوليمة العرس إذا كانت داخل المسجد وهي عادة في بعض القرى؟ لا بأس بذلك، إجابة دعوة المسلم واجبة، إذا دعاك فأجبه، إلا إذا كان الوليمة فيها منكرات، إذا كانت الوليمة والاجتماع فيه منكرات وأنت لا تقدر على إزالتها فلا يجوز لك الذهاب إليه. أما إذا كانت سليمة من المنكرات وأنت يمكنك الإجابة إنه يجب عليك ذلك، لأن هذا من حق أخيك عليك. نعم.